وقعت جامعة الملك فيصل ممثلة في شركة وادي الأحساء اتفاقية استثمارية مع مجموعة السيليكون فالي تتضمن اشتراك الشركة والجامعة في منصة الابتكار والاستثمار التابعة للمجموعة لمدة 3 أعوام. وقد وقع الاتفاقية عن شركة وادي الأحساء معالي مدير الجامعة ورئيس مجلس أمناء الشركة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهري، وعن المجموعة مديرها التنفيذي السيد جون هارتند. الاتفاقيات التي تمت مع في المنصة العالمية مع سيليكون فالي جروب وشركة سيليكون فالي، وهي تمثل أحد أهم مجموعات الشركات العالمية في كاليفورنيا وتحديداً في منطقة السيليكون فالي اللي منطقة تجارية كبيرة، وخاصة أن منتجات كثيرة من العالم وخاصة في الولايات المتحدة تأتي من هذه المنطقة، ويوجد في هذه المنصة التي اشتركت فيها الجامعة أكثر من 48 شركة عالمية وأيضاً مراكز أبحاث، مما يمكن الجامعة الدخول معهم في جميع المنتجات المعرفية وأيضا الأبحاث، وهذه تمثل أيضا قوة اقتصادية في ولايات كاليفورنيا. قوتهم الاستثمارية تصل إلى 7 بليون دولار، وهذا يدل على نجاحات كبيرة حققتها الشركة والشركات اللي معهم خلال 7 سنوات الماضية، وهذا يعكس قوة حرصنا على أن نكون شراكتنا مع مثل هذه الشراكات والجامعات وأيضا المراكز البحثية التي حققت مسيرة إنجازية واضحة. هذه الاتفاقية تعد الأولى على مستوى المملكة ودول الخليج العربي، وهي مهمة للمجموعة حيث ستفتح لها نافذة على احتياج سوق المملكة في قطاع الغذاء والزراعة والتعرف على اللاعبين الرئيسيين من شركات وجامعات ومراكز بحثية، مما يسهم لاحقاً في تعزيز قدرة المجموعة والأعضاء المسجلين في المنصة على تقديم حلول ومنتجات تلبي احتياجات المملكة في قطاع الغذاء والزراعة والاستثمار. يذكر أن السيد جون هارتند المدير التنفيذي للمجموعة قام بجولة في معرض المنتجات البحثية ومحطة الأبحاث والتدريب، واطلع على أبرز المنتجات البحثية والاقتصادية في الجامعة.